خلينا نروح للحاله وانا هديك يعني هقول لك الكلام بالصوره اللي جت نشوفها كده. هنا هذه الحاله معلول حتى كل استغرب كابتن هنا اللي حصل لو انا معانا ماتيريال هنا معلول نجح في لعب الكوره، لعب الكوره والنجم هنا عامل يا كابتن هو حط رجليه على الفاضي خبط يعني داخل برجليه اليمنى هنا في رجل معلول سقط. مين اللي ادى المخالفه يا كابتن؟ حكم ما اداش المخالفه، اللي ادى المخالفه هو الحكم المساعد الله ينزل اللي خلى الحكم صفر. دي مخالفه هدف اللي جه منه هدف في الوداد، مخالفه مش موجوده، كان لو في خطا كان هيبقى خطا على لاعب الوداد وانا بتكلم بامانه، ولكن نتيجه ان المعيار مش موجود والثقه مش موجوده والحكم المساعد والحكم ما فيش ثقه بينهم هدف من مخالفه مش موجوده على علي معلول. دي حاجه. الحاله الثانيه نشوفها ودي حاجه مستغربه جدا. كابتن هنا هوريك ان هذا الحكم لعب بالمباراه مش ادارها. كابتن علاء فوق معاه شويه. مهمه جدا انك انت بتحب التحكيم. كابتن علاء هوريك موقف غريب جدا. قيام دلوقتي. ده غريب. متوضع عشان الفجر. علاء سؤال وانت لاعب بتلعب في نص الملعب هذا اللاعب هنا سقط لوحده. صح. بتاع الوداد. هوريك نيه الحكم هو هنا فين يا كابتن هنا بيعمل ايه؟ ايوه صح. بيتابع اللعب. ساب اللعب مره واحده وراح للكير. متخيل يا كابتن اسامه؟ يعني انت خلاص انت تركت ده لو انت عندك نيه انك انت تصفر تصفر هنا. صفر هنا. تعالى شوف الصوره اللي بعد كده. تعالى هوريك الحسابات. لما جينا هنا او قربنا هجوم واعد. هدف ممكن يجي ولا ما يجيش؟ ممكن طبعا. تخيل راح مصفر وسبرنت حتى اللعيبه مش دعوه باللعيبه وراح راجع على اللاعب اللي هو وقع. هل هذا معقول؟ خلي بالك هوريك النيه. نفس اللعبه مع ديانج لما كانت النتيجه 1-1 سابه واقع. تعال نجيب ديانج كده هنا اهو. كابتن انا ما اجيبش كلام من عندي، انا عندي اللقطه هنا بتقول لي ديانج هنا نشوف هو راح فين. جه هنا بيقول له ايه؟ قوم. بيقول له قوم. هنا احنا اتكلمنا على معيار، هل هذا معقول؟ معيار هنا مختلف، هنا بيوقف اللعب وهنا بيقول لديانج العب. دي تبين لك قد ايه هو لعب. وزي ما قلنا التحكيم مش ركله جزاء يا كابتن بلال ولا تسلل ولا كابتن حاجه كابتن اسامه، التحكيم في حاجات كتيره جدا جدا الحكم ممكن يفعلها. هنا انت سايب يعني ده تشابك. انت هنا بتمسك اللاعب وده مش من حقك تمسك اللاعب خالص. كابتن اسامه انت مش من حقك تمسك اللاعب، انت لما بتلاقي الكلام ده فيه التشابك حتى بيقولوا لنا حاجه واحده بس، حضرتك تبعد خالص وتفضل تشاهد عشان تشوف مين مخطئ. انما انت لما تيجي هنا ما شفتش اللي حصل هنا. هنا في ازمه. انت هنا المفترض انت كحكم عندك خبرات خد خطوتين يا كابتن بلال اقف شاهد اللي بيحصل هنا وسجل عشان تقدر تعاقب اللعيبه. دي من ضمن الحاجات اللي حصلت النهارده في المباراه يا كابتن، حاجات كتيره جدا جدا. احنا مش عايزين نضيع فرحه الاهلي ولكن النهارده لعيب الاهلي وربنا كريم جدا، ربنا النهارده كريم جدا الحمد جدا لله رب. ان النادي الاهلي النهارده خد البطوله 11 رغم انف التحكيم اللي حصل النهارده. التحكيم النهارده كابتن لابد يكون في وقفه للتحكيم في افريقيا. مبروك 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 للنادي الاهلي، مبروك للاستوديو التحليلي وقناه النادي الاهلي، مبروك لكل الجماهير ومبروك للكره المصريه.